لاحظنا يا جماعه الكلب بقى بينفذ، هو عنده تقبل، هو عايزني. الاول كان ما كانش عايزني، كان بيبعد، كان بيحاول اني حاطط ان في خوف بيني وبينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. طبعا يا جماعه جينا لمرحله بويكا. عارفين بويكا؟ الكلب اللي عنده عقده نفسيه من صاحبه او من اللي بيتعاملوا معاه وبيعضوا وكان قلقان ومرتبك وكلام من ده. بويكا انا واقف جنبه دلوقتي بنخبط له كده عشان نشوف انتباهاته ونشوف نظراته ونشوف الكلام ده كله، تمام؟ طبعا بويكا يا جماعه زي ما انتم شايفين نسيبكم ثانيه كده تركزوا معايا وانا رايح وانا جاي، هنعمل كده ان انا قاعد فاضي بقى وشوفوا رد فعل بويكا ايه لما نيجي نمشي ونروح ونيجي كده. تعالى بويكا شاطر، ايه عايزني كده؟ عايزني خد شاطر كده، عايزني في صحوبيه. اقعد اقعد، يلا شاطر اقعد شاطر، سلم برافو، مفيش قلق، اقعد شاطر، يلا تحت تحت بويك تحت، يلا شاطر شاطر برافو، خد مفيش قلق. عرفتوا كانت العقبه مع بويكا ايه؟ ان كان بويكا بينضرب بدون اسباب، بيتعاقب بدون اسباب، حد بيتعامل معاه بطريقه غير طبيعيه، يعني في كارثه كانت بتحصل مع الكلب ده. اقعد شاطر، سلم هنا، حط رجلك دي شاطر، خد يلا. شفتوا هنا؟ هنبدا نستغل حركه الخوف بتاعته اللي هي بتاعت ان هو يرفع رجله، تمام؟ هو لو حس ان انا دلوقتي هنتزهق كده ونزعل، بصوا هيجي رافع رجله، ولا انت ايه رايك؟ اهو تمام؟ لا انا بقى هنستغل حركه الخوف دي كلعبه ان احنا نلعب سوا. يلا ارفع رجلك فوق هنا، ارفع رجلك عليا هنا، ارفع يلا ارفع يلا، تعال تعال ارفع يلا، شاط ارفع شاط 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 شاطي شاطي. هنستغل الموضوع كلعبه، كصداقه ما بين الكلب وكمحبه معاه، تمام؟ يلا احنا مش هنبطل لعب سوا، انا وانت هنزيطه. جاهز؟ تعالى بويكا يلا تحت، لا تحت يلا، شاطر بويكا شاطي شاطي. لازم الكلب يحس بالامان في ايدي، ايدي دي ما بتاذوش خالص، ما فيش اذيه منها، تمام؟ هنبدا نمشي، يلا نمشي يلا نمشي، ومش هنشد الليز زي ما كنا بنعمل زمان، يلا تعال تعال شاطي شاطي شاطر بويكا، ما فيش شد ليش، يلا تعال يلا شاطي شاطر بويكا شاطر شاطر، خد خد اقعد يلا شاطي شاطر، ما فيش شد ليش، ما فيش الكلام ده خالص، في صحوبيه، في ان احنا نقرب من بعض، تمام؟ يلا تعال. صدقوني يا جماعه الكلب ده لو نفسيته اتغيرت، تمام؟ اقعد بقى تحت يلا شاطي. شايفين يا جماعه كده رد فعل الكلب في التعامل؟ لا اقعد يلا يا بويك، لا اقعد يلا تحت تحت بويك تحت تحت شاطي شاطي، خد يلا. بصوا نزول الكلب تحت في الارض بيبقى عباره عن مرحله خضوع، ان بيخضع بينزل تحت. لو حس بان هو هينغدر بيه هينزل تحت كسره، ان هو مكسور قلقان، لا احنا لازم نعرفه ان نزولك تحت ده بمزاجك بمحبه، مفيش اي مشكله، حاجه كعباره عن مكمله للي انت بتعمله، تمام؟ بويكا اقعد 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 شاطر شاطر شاطر، شايفين القلق اللي فيه؟ تحت تحت شاطر برافو بويكا، لا 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 تحت 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 بويكا تحت شاطر، لا تحت برافو برافو. بصوا يا جماعه، لا 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 بويك، لا تحت 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 شاطي شاطي، خد. طبعا هو الكلب كل الفكره ان احنا، انا بقى سلقت بقى ان هو نزل تحت، مش لا انا كنت لسه فرحان، كنت لسه هنفرح، اقعد تحت. سلقت بقى ان هو كده نزل تحت، اهو اهو اهو، عايز بسرعه شاطر شاطر شاطر، عايز بسرعه نعرفه ان تحت في اكل، مش مشكله لو حطيت على الارض عادي، مش مشكله اقنعه، لا تحت 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 شاطر شاطر شاطر، اقنعه شاطر شاطر، خد شاطر شاطر برافو، ان الاكل كله وانت تحت،
تمام؟ شاطر شاطر. هيقف مش هيبقى فيه اكل. تمام؟ لا. تحت 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 تحت. برافو. تحت شاطر. ما ينفعش شد ليش، ما ينفعش ضغط عصبي على الكلب. لا تحت. شاطر. ما ينفعش الكلام ده كله، لازم ان الموضوع يبقى واحده واحده. تمام؟ كنا بنشد الليش ونرجع لورا، يجي الكلب متزهق وشدد الليش مننا. يلا بينا. تعالى. شاطر. ايه ده، انا سبت الليش في انا، الكلب واقف مش قلقان. يلا تعالى. شاطر بويك شاطر. اقعد يلا اقعد يلا. برافو برافو. ايه ده، تعال. شاطر شاطر بويكا، تعال احنا بقينا اصحاب. شاطر. خد اقعد يلا. شاطر شاطر. تحت. برافو. ايه ده، لاحظنا يا جماعه الكلب بقى بينفذ، هو عنده تقبل، هو عايزني. الاول كان ما كانش عايزني، كان بيبعد، كان بيحاول اني حاطط ان في خوف بيني وبينه. يلا بويكا تعال. شاطر شاطر شاطر. اقعد يلا اقعد يلا. برافو. شاطر. تحت يلا تحت يلا. برافو. شفتوا بقى الصحوبيه جت ازاي، الصداقه مع الكلب جت ازاي. لا تحت لا تحت لا تحت تحت بويكا. شاطر. برافو برافو بويكا، برافو. شوفوا يا جماعه كده بدا يثق في التعامل معاه. يلا بينا بويكا. خد تعال. شاطر. تاني 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 تاني. يلا برافو. اقعد اقعد. سلم. شاطر. تحت. برافو. انت كده تثبت للناس ان انت ما عادش بتخاف، نظرتك كمان اتغيرت، ما عادش في قلق منها. بتشمشم فين؟ فوق في الدور اللي فوق. بويكا بويكا يلا بينا تاني، نوري الناس ان احنا بين اصحاب. يلا ها ها تاني، ارجع تاني. تعالى بويكا تعالى تعالى. اقعد بقى. السلام فين؟ شاطر. نزول تحت. برافو. موت يلا. لا مش عايزين، مفيش ضرب ولا في اي حاجه. لا عيب عيب. خد يلا ها بالراحه على الكلب، ما تحاولش. تحت تحت بويك تحت. شاطر شاطر شاطر. الموضوع عايزين نلغي الايد دي، لان بص لما يرفع الايد دي خدوا بالكم من نظرته، نلغي الايد دي شويه. تمام يلا تعال. خد بويكا تعال. شاطر. تحت. برافو. شاطر شاطر بويكا. مفيش، بصوا لما بنيجي نحسس عليه بيجي ساكت صابر، بيصبر علشان يشوف انت هتضرب هتعمل حاجة. برافو. انت هتعمل حاجة. تمام. برافو. لاحظوا يا جماعة ان الليش مرمي، يعني مفيش في دي ليش. تعالى تعالى بويك. شاطر شاطر شاطر. خد. برافو برافو. اقعد يلا اقعد. شاطر. سلم. شاطر. تحت. برافو بويكا. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس الجميله. لو في الكلب انتوا شايفين ان هو بيتغير سلوكيا اكتبوا لنا في الكومنتات يا جماعه، شجعونا. امان عليكم. تحياتي للجميع واحلى مسا عليكم والسلام عليكم ورحمه الله.